يعقد هذا المؤتمر برعاية وزارة السياحة في توقيت مهم بيؤكد مكانة مصر في مجتمعات الأعمال وأنها حقا من الأسواق الواعدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن التواجد مكتب شريك رئيسي لموسوعة جينيس العالمية بالقاهرة يؤكد ثقة المؤسسة العالمية في التواجد بشكل فاعل بالسوق المصري الذي يمثل لها نقطة انطلاق ومحطة ارتكاز رئيسية لسائر بلدان منطقتنا العربية والشرق الأوسط وأفريقيا. التعاون الذي ننشده مع فعاليات مؤسسة جينيس بالأرقام القياسية ستكون تلك الفعاليات إضافة مثالية للدفع المتتالي لحركة السياحة من مختلف أنماطها وأشكال الترويج السياحي واستعادة الحركة السياحية التي نعول كثيرا عليها.